الاستدلال، البرهان، تمهيد. الاستدلال أو البرهان عملية عقلية ينتقل فيها الفكر من شيء أو معنى معلوم إلى شيء أو معنى آخر مجهول، ولكنه مترتب بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن المعنى الأول، ويمكن أن ينتقل العقل في حركته هذه من الخاص إلى العام، أي من حالات جزئية معينة يلاحظها إلى قانون عام يصدق عليها جميعا، أو يطلقه عليها وعلى جميع الحالات المماثلة لها، ويسمى هذا النوع من البرهان بالاستقراء، وتختص باستخدامه العلوم التجريبية، كما يمكن أن ينتقل العقل في استدلاله من العام إلى الخاص، أي من معنى عام إلى المعاني الجزئية المتضمنة، أي من معنى عام إلى المعاني الجزئية المتضمنة فيه واللازمة عنه. ويسمى هذا النوع من الاستدلال بالاستدلال الصوري، وينقسم إلى نوعين: استدلال مباشر واستدلال غير مباشر، وسنعرض كل منهما بالتفصيل. الاستدلال المباشر: يقصد بالاستدلال المباشر استنتاج صدق أو كذب قضية من افتراض صدق أو كذب قضية أخرى، ومن هنا سميت بالاستدلال المباشر، وهو أبسط أنواع الاستدلال لاعتماده على مقدمة واحدة. وسوف ندرس نوعين من الاستدلال المباشر، هما تقابل القضايا وعكس القضية. 1- تقابل القضايا. معنى تقابل القضايا: القضايا المتقابلة هي التي تتفق في الموضوع والمحمول، لكنها تختلف في الكم أو في الكيف أو فيهما معا، شريطة أن يكون الاتفاق في الموضوع والمحمول واحدا من حيث لفظ ومعنى كل منهما وزمانهما وكل شروطهما. فإذا فرضنا صدق أو كذب إحدى القضايا، نستطيع أن نستنتج صدق أو كذب القضايا المتقابلة معهما. القضايا المتقابلة: هناك 4 أنواع من القضايا المتفقة في الموضوع والمحمول والمختلفة في الكم والكيف أو فيهما معا، وهذه القضايا هي الكلية الموجبة والكلية السالبة والجزئية الموجبة والجزئية السالبة. مثال: كل صهيوني عنصري، كاف ميم. كل صهيوني ليس عنصري، كاف سين. بعض الصهيونيين عنصريون، جيم ميم. بعض الصهيونيين ليسوا عنصريين، جيم سين. من هذا المثال يتضح اتفاق هذه القضايا من حيث الموضوع والمحمول واختلافهما في الكم والكيف أو فيهما معا. وبمعرفة صدق أو كذب قضية من هذه القضايا، يمكن معرفة صدق أو كذب القضايا المتقابلة معها، وهذا يقتضي معرفة أنواع التقابل وأحكامها. أنواع التقابل وأحكامها: هناك 4 أنواع من التقابل، هي التناقض والتضاد والدخول تحت التضاد والتداخل. 1- التناقض: التناقض يكون بين قضيتين مختلفتين في الكم والكيف معا، أي بين كاف ميم وجيم سين، وبين كاف سين وجيم ميم، وحكم القضيتين المتناقضتين هو لا تصدقان معا ولا تكذبان معا، أي إذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى بالضرورة، وإذا كذبت إحداهما صدقت الأخرى بالضرورة. مثال: إذا صدقت القضية كل الورود حمراء، كذبت حتما القضية بعض الورود ليست حمراء، وإذا صدقت القضية بعض الورود ليست حمراء، كذبت حتما القضية كل الورود حمراء، وإذا كذبت القضية كل الورود حمراء، صدقت حتما القضية بعض الورود ليست حمراء، وإذا كذبت القضية بعض الورود ليست حمراء، صدقت حتما القضية كل الورود حمراء. في هذا المثال حددنا العلاقة والأحكام بين القضية الكلية الموجبة والقضية الجزئية السالبة، وبنفس الطريقة يمكن تحديد العلاقة والأحكام بين القضية الكلية السالبة والقضية الجزئية الموجبة، وفيما يلي توضيح ذلك. 1- كاف ميم صادقة، جيم سين كاذبة. كاف ميم كاذبة، جيم سين صادقة. كاف سين صادقة، جيم ميم كاذبة.
كاف سين كاذبة، جيم ميم صادقة. 2 جيم ميم صادقة، كاف سين كاذبة، جيم ميم كاذبة، كاف سين صادقة، جيم سين صادقة، كاف ميم كاذبة، جيم سين كاذبة، كاف ميم صادقة. ويعتبر التقابل بالتناقض أكمل أنواع التقابل، لأنه يحصل بين قضيتين مختلفتين في الكم والكيف معا، وأحكامه قاطعة ليس فيها احتمال أن تكون إما صادقة أو كاذبة أي مجهولة. 2 التضاد. التضاد يكون بين قضيتين كليتين مختلفتين في الكيف، أي بين كاف ميم وكاف سين، وحكم القضيتين المتضادتين هو لا تصدقان معا وقد تكذبان معا، بمعنى إذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى، وإذا كذبت إحداهما كانت الأخرى مجهولة صادقة أو كاذبة. مثال: إذا صدقت القضية كل الورود حمراء، كذبت حتما القضية كل الورود ليست حمراء. وإذا صدقت القضية كل الورود ليست حمراء، كذبت حتما القضية كل الورود حمراء. وإذا كذبت القضية كل الورود حمراء، فإننا لا نستطيع استنتاج صدق أو كذب القضية كل الورود ليست حمراء، فقد تكون هذه القضية صادقة وقد تكون كاذبة في حال كون بعض الورود فقط حمراء، أي أنه في حالة كذب إحدى القضيتين المتضادتين تكون الأخرى مجهولة إما صادقة وإما كاذبة. وفيما يلي توضيح بذلك: 1 كاف ميم صادقة، كاف سين كاذبة، كاف ميم كاذبة، كاف سين مجهولة. 2 كاف سين صادقة، كاف ميم كاذبة، كاف سين كاذبة، كاف ميم مجهولة. 3 الدخول تحت التضاد. الدخول تحت التضاد يكون بين قضيتين جزئيتين مختلفتين في الكيف، أي بين جيم ميم وجيم سين، وحكم القضيتين الداخلتين تحت التضاد هو لا تكذبان معا وقد تصدقان معا، أي إذا كذبت إحداهما كانت الأخرى صادقة، وإذا صدقت إحداهما كانت الأخرى مجهولة إما صادقة أو كاذبة. مثال: إذا كذبت القضية بعض الورود حمراء، صدقت حتما القضية بعض الورود ليست حمراء. وإذا كذبت القضية بعض الورود ليست حمراء، صدقت حتما القضية بعض الورود حمراء. وإذا صدقت القضية بعض الورود حمراء، فإننا لا نستطيع استنتاج صدق أو كذب القضية بعض الورود ليست حمراء، فقد يكون ذلك صحيحا وقد تكون الورود حمراء. كذلك إذا صدقت القضية بعض الورود ليست حمراء، كان الحكم على قضية بعض الورود حمراء مجهولا. وفيما يلي توضيح بذلك: 1 جيم ميم صادقة، كاف سين صادقة، جيم ميم كاذبة، كاف سين مجهولة. 2 جيم سين صادقة، كاف ميم صادقة، جيم سين كاذبة، كاف ميم مجهولة. 4 التداخل. التداخل يكون بين قضيتين متفقتين في الكيف ومختلفتين في الكم، أي بين كاف ميم وجيم ميم، وبين كاف سين وجيم سين، وأحكام التداخل هي: إذا صدقت القضية الكلية الموجبة صدقت القضية الجزئية الموجبة. إذا كذبت القضية الكلية الموجبة كانت القضية الجزئية الموجبة مجهولة. إذا صدقت القضية الجزئية الموجبة كانت القضية الكلية الموجبة مجهولة. إذا كذبت القضية الجزئية الموجبة كذبت القضية الكلية الموجبة. مثال: إذا صدقت القضية كل الورود حمراء، صدقت القضية بعض الورود حمراء، لأن ما يصدق على الكل يصدق على الجزء. وإذا كذبت القضية كل الورود حمراء، كانت القضية بعض الورود حمراء مجهولة، لأن نفي صفة الإحمرار عن الكل قد يعني نفيها عن البعض وقد لا يعنيه. وإذا صدقت القضية بعض الورود حمراء، كانت القضية كل الورود حمراء مجهولة، لأنه لا يلزم من الحكم على بعض الأفراد أن يصدق ذلك على الكل أيضا، إذ أن ما ينطبق على الجزء لا ينطبق على الكل بالضرورة، ولكن يوجد احتمال فقط في ذلك. وإذا كذبت القضية بعض الورود حمراء،
كذبت القضية كل الورود حمراء، لأن انتفاء صفة عن الجزء فإنها تنتفي عن كله بالأولى. وبالمثل يمكن توضيح الأحكام بين كاف سين وجيم سين. 1. كاف ميم صادقة، جيم ميم صادقة. كاف ميم كاذبة، جيم ميم مجهولة. كاف سين صادقة، جيم سين صادقة. كاف سين كاذبة، جيم سين مجهولة. 2. جيم ميم صادقة، كاف ميم مجهولة. جيم ميم كاذبة، كاف ميم كاذبة. جيم سين صادقة، كاف سين مجهولة. جيم سين كاذبة، كاف سين كاذبة. مربع التقابل يمكن توضيح القضايا المتقابلة وأنواع التقابل على مربع يعرف بمربع التقابل أو بمربع أرسطو، والذي يتخذ الشكل التالي: كاف ميم كاف سين تضاد، كاف ميم جيم ميم تداخل، جيم ميم جيم سين دخول تحت التضاد، جيم سين كاف سين تداخل، كاف ميم جيم سين تناقض، جيم ميم كاف سين تناقض. تطبيق: ليس كل العلوم صعبة، ما نوع هذه القضية؟ ما القضايا التي تقابلها؟ وإذا افترضت صدق هذه القضية، فما هي أحكام القضايا التي تقابلها؟ إجابة التطبيق: نوع القضية جزئية سالبة. القضايا التي تقابلها هي: كل العلوم صعبة بالتناقض، كل العلوم ليست صعبة بالتداخل، بعض العلوم صعبة بالدخول تحت التضاد. إذا كانت جيم سين صادقة، فإن كاف ميم تكون كاذبة لا يصدقان معا، كاف سين تكون مجهولة، إذا صدقت الجزئية فالكلية مجهولة، جيم ميم تكون مجهولة. جيم سين كاف سين تداخل، جيم سين جيم ميم دخول تحت التضاد، جيم سين كاف ميم تناقض. تطبيقات: لا إنسان ملاك، قليل من المعادن سائل، كافة المسلمين يصلون في المساجد، بعض الحيوانات تبيض. ألف: حدد نوع كل قضية من القضايا السابقة. باء: إذا افترضت صدق القضية، فما هي أحكام القضايا التي تقابلها؟ جيم: إذا افترضت كذب القضية، فما هي أحكام القضايا التي تقابلها؟